فول حالي. هاد البنت ضحية زواج مرهن، معناتها بدون رضا، والنتيجة صبحت كارثية في خلال بعض أسابيع فقط. بعد المعاناة اللي فوتتها مع زوجها، هربت من بيته وطلبت العودة لدار والدها، لكن الأب زاد رغمها على البقاء مع زوجها. إذا طلبت الإعانة من المارة، واش راح يكون رد فعلهم يا ترى؟ خصني يونيتي، معليش تعطي لي يونيتي. السلام عليكم خويا، ربي يخليك، ندوموندي ميك سيرفيس، معليش خصني يونيتي، معليش تعطي لي يونيتي. والله ما عندي اخويا. اش ما من ميميو؟ الو وي يما، وي كيفاش شكون بابا؟ جوز لي ماما نهضر معاها، جوز لي ماما نهضر معاها. كيفاش واش خاصني عندي يما؟ ما جوزني ما نهضر معاها. ما نريحش تما، ما نريحش، انا ما نقدرش نريح بابا. عاي جوز لي ماما نهضر معاها، مانيش حابه نهضر معاك نتايا. ماشي مانيش نسمع، مانيش جوز لي ما نهضر معاها. ما اهلا لا جوز لي ما نهضر، ما نهضرش معاك نتايا، ما عندي حتى هضره معاك. ما بابا مانيش حابه نهضر معاك انت، يا جوز لي ماما نهضر معاها. خرجت من الدار وما نوليش انا لهذاك الراجل، ما نوليش بابا. انا اللي راني عايشه معاهم، ماشي انت اللي راك عايش معاهم. انا على بالي تخي تخي بيان واش كاين واش ما كاش. حط روحك في بلاصتي، ما شفت تاع السيد كيفاش شكون هاد السيد؟ واحد قلت له عطي لي يونيتي، ما عنديش ميم با باش نفليكسي، قلت له عطي لي يونيتي. صح غير الخير سي جو بو تيدي يا با دوسي. يا مدام ما بالك، انا خرجت من داري باسكو عندي 6 شهور زواج، ومن امبوسيبل ما نقدرش نولي لداري دوكا. امبوسيبل ما نقدرش لي بارونت بالك يا ونسج، ما قلتوش بالك يعاود لك برك. لا لا هي با تشوف يعاود لي برك، قلت لك عييت خلاص ما قدرتش. سي ماشي حاجه يعني كما يقولوا نسي ساكي، ما يقول بالنسبه ليا هكذا دوك ان شاء الله ان شاء الله. لا بصح كاينه حاجه يا اخ كريم، انا ثاني عندي، انا ثاني عندي بنات في المقام تاعها وراهم في المارياج وكذا، بصح واش ندير كل حاجه بالتراضي يعني باش تفهموا مليح هكذا. الله يبارك الله يبارك، ما عيناش ماشي كش نتاع رجعها الى ني بارو طار حبي يقول خلي تاخذ، كيما يقول تاخذ لا ديسيزيون تاعها تاع حياتها تاع صوالحها. فهمني انا ج... انا ج... انا انا علاش انا قلت جو بيسير باش الامور دول نعرفهم مليح، ماشي حبي يقول بالنسبه لي جدد ولا هكذا. دوك هذا 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 ما اسمح لي، اسمح لي اخي، دوك هذا هذا مارياج وهذه حياه وهذه ماشي لعب هكذا. دوك اسمع اسمع شوف شوف يا اخي كريم، يعني نصحك بوجه الله ترجع اليوم، ترجع اليوم في الحاله هذه احسن من تولي بربعه خمسه دراري وتولي مستوفري والخدمه والى اخره والى اخره هكذا. الو الو وي الو الو مساء الخير، مساء الخير خويا، وين راكم هذا؟ وين راكم انا بنتك هنايا قدامي، شغل ما قالت لي ما عندهاش لي ديني تاع، عطيت لها عيطت لك تما. انا دلالة خير دوك، وين راهي؟ راهي سوق الجي. وين سوق الجي؟ راهي في خروبه. علاش ما راهيش في قول مدام، قولي لها ما كان لها تجي للدار وما نفتحلهاش الباب، انا تريح في دار راجلها. نو تريح في دار راجلها، تطيع راجلها وتطيح تريح في دار. اسمع يا اخي معليش، هذه دوك بنتك، هذه دوك بنتك، صرا مشكل معليش تجي لعندك
تجي لدار بابا. انا ما تجيش. ما تجيش عندي مطعم انا دير. يا اخي واش بيك؟ ما ديرليش سينما مع الجيران. ما ديرليش انا بغينا نزوجوها حتى بنتي تهنينا ما نسحقهاش انا فيها. الجزائري رحيم يعطيك وقته ويزيد لك نصائح كل اللي بنته، لانه فهم ان الزواج المرغم فات وقته. ما مانيش قادره نقول هذا حل تاع الهروب، يسموه الهروب من الحياه هذه. يقولوا انا شوف ديسيديت ما هذا الانسان هذا اللي ليه ما نقدرش نولي ليه ما نقدرش. ما عليناش، هذه حاجه راهي في نفسك ما تقدريش تولي ليها. ما مسي نولي ليه، هم على بالي ما نقدرش. خلينا معليش نفهموا غير بالعقل، على ما تقلقيش. هو انسان يتسرع في القرارات كما هذه، وهذه ماشي حاجه سهله. هاندا ما عليناش، هذه حياتي انا وحده. حيدك انت هي دوكا انت عندك بروبليم مع السيد هذا. هذا السيد عرفتيه انت ابو زوجوني فرصة. ويروحيلو قال لي ما تجيش ليا، واش ندير له؟ روحيلو واش ندير، روحي ليه بلا بوليس. ما نروحش ليه. يما واش تقول؟ يما مريضة مسكينة، ما حبش يجوزها لي. وراه تروحي؟ ما على باليش وين نروح، دوك نشوف دوك نشوف. انا داري امبوسيبل وما نوليش ليها خلاص. اسمع يا اخي، هذه بنتك معلاش وين تروح ترميها للزقاق؟ ما تخرج من دار راجلها، باسكو مادام باسكو تخرج من دار راجلها على بالي ما تعاودش تولي، وانا اللي راح نباطي بها. وبعدا لا اخي ماشي دار راجلها تلقي لي بروبليم تاعها مع راجلها. اي معليش يا اخي، معليش دوك جابها الشيطان وخرجت. إيه وين تروح؟ صد غير لدار باباها. اخي شوف 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 شوف، انا نعطيك نصيحه، ما منايا تانيك وليا في ديار ناس وكامل. إيه شوف نقول لك، انا نعطيك نصيحه لوجه الله، بنتك كيما كان الحال، انا في ميزي كيما كان الحال، ما تقولهاش ما تجيش لداركم. دبر راسك كيما حبيت خويا، انا حبيت امو نصيحه بالك تنصحني. ماشي مشكل، مي هادو صوالح امور عائليه. داك ربي يخليك، شكرا. سمح لي. ماشي مشكل، هيا شكرا. لازم نتفهموا الظروف، لان كل واحد فينا رافد اسراره واسبابه. صح فيك لله، في لا بدي ما نخليهاش انا نضيع، نلقى عوجه نعطيها الحسن ترجع لبيت باباها بيت راجلها، ماشي عوجه نوقف معاه بشي اللي كان نعقلها. صح يا اختي، الله يستر. كي بنتي عندي، بنتي والله مخطوبه بالزواج، الله يستر. خدمي برك مليح، ما عندك ولاد معاه؟ لا ما عنديش، عندي سي موا زواج برك. واش بيه السيد هذا؟ ما يضربني قداس. ايه يا عمر يتيم سلاطين. نعم، مازال هذه الامور واقعة حتى اليوم في مجتمعنا، ومازال امور اقبح منها مستوره وراء الجدران. يا اخي حنا واش نقولوا؟ مادام هذه وليه وربي سبحانه وصى عليها، عباد باللي وصى على البنات اكثر من دراري. دوك معليش، دوك بنتك معليش، خليها دوك تجي عندك للدار، ما تقولهاش ما نفتحلكش الباب وما تجينيش. اخي انا هذه ما نقبلهالكش. شو عباك راني داير؟ راني رايحه ندير فواياج، والله لو كان ماشي فواياج عباك نديها عندي للدار. ديري حساباتك مليح، شوفي كاش وحده من لافامي روحي قعدي عندها يا مات ان شاء الله. هذا ديري حساباتك مليح وقنعيهم بالعقل. معليش دوك روحي لخالتي وخلاص. معليش ربي يخليك. معليش دوك انا عندي خالتي في باب الزوار، دوك نروح ليها. معليش ربي يخليك ويعطيك الصحه. انت راكي صغيره تقعدي هكا في الزنقه، ما نحكيش كيفاش صار لي. على بالي داك ربي يخليك. جزاك الله المغرب حبيبي، ما تقعديش برا المغرب. داك ربي يخليك، شكرا ميرسي. ربي يخليك شكرا ميرسي. لا ولا غير كثر خيرك. معليش عندي ولا غير كثر خيرك عندي. لا تعيشي مادام. لا ربي يخليك. شوفي ما تحسيش
ما نقطع فيك. لا 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 ولا غير تفكرك عندي عندي معليش لا لا والله ما عندي ولا غير كتر خيرك لفات لي قلتي لي هكذا وربي يخليك لا لا ولا غير ميرسي لا لا شكرا ولا غير يعطيك الصحه لا لا تعيشي لف معليش ربي يخليك تعيشي صحتك يا رب ميرسي باي باي ان شاء الله يا ربي شكرا صح. حنان عطف موده اعانه كل هذه الصفات مجموعه في بنات بلاد والله غير قاعد نعقل فيها بس انا نورمو انت ما تهدرش الهضره هذه نورمو تقف معاها قاعد نعقل فيها راني نرجع فيها مهما يكون بنتك حتى حكمها يجبد لها الماء وقتلها بالبلط ورجعها اه يا ولدي ويدخلوك للجنه خمسه بنات مسخربيه لا 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 بابا لا لا اخويا حل لا لا اخويا انت هو مديتها مش هي راحت حبيته وجابته وهي للدار اه الو اك معايا انت هو مديتها نهار الاول كي جاي يخطب مش هي الحبات وجابات وقلت لك يا بابا هذا كان جابت وهي انا نقول لك اني معاك انا درك نقول لها روحي ربي يسهل عليك والله طفله صغيره في الشارع والله ما يرحمها انا تاخذي راي انا والله لو كان ماشي فايز وكان جيت داري تباتي شوفي نقول لك دوك انت معليش دوك هاد انت يا دون تو لي كا شوفي انا باش نعطيك نصيحه في جميع الاحوال باش ما تزيديش على روحك وحي دارك مقفل عند الباب يخبط راسه للحيط تعرفي كيف سغا تا ريبونس سالي في هذيك الدار حب ولا كره عاودي دوريها له عنف ما منتي دوريها له عنف قولي له نسى في هذيك الدار عجبك ولا ما عجبكش نسال اذا شافكم اجنبي قل عندكم صله رحم بيناتكم وانتم غير العطف والاحسان اللي لقاكم معليش مدام شوفي دوك لا 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 مدام معليش دوك نروح لعمتي وخلاص كيما جات تجي وخلاص سور اه هنا انت تديني تقدري تديني وين نديك انا دوك دارنا تجي معايا والله يا بنتي خلاص معليش لا قسما بالله غير نديك حتى لداركم على بالي ولا غير شكرا ولا غير يعطيك الصحه دوك حتى ديري نيميرو تاع بابك نعاود نعيط معليش ماشي مشكل ولا غير خلاص ما تفرات فرا ان شاء الله معليش ان شاء الله نربح عليك ويفرى هذا المشكل ماشي تعطيني زعما نيميرو التليفون تاعك معليش 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 ولا معليش عطيني ماما لازم تعطيه روحي واش ناوي عيط الو الو وي مدام نعم اخي والله غير بنتك اي مازالها والله يعني حالتها واش نقول لك البكا ولا خر والله العظيم والله يا مدام غير ما في مهاره ميته بالبكا دوكا هي اللي شي قطعت لي قلبي واش تحبي نقول لك قولي لها تجي للدار وخلاص يعطيك الصحه ويعطيك وين شفتي اخي كيفاه كاينه حلول في الدنيا هذه واحد يبو بابك يعطس اخويا شوف نقول لك جو بونس كو فو ذات ميزيلمون تعرف الدين تقدر تروح عند الشيخ تاع الجامع ويقدر يقول لك الطفله وصى عليها وصى عليها يقول لك خليك ثلاث بنات كي تربيهم احسن تربيه يدخلوك للجنه ان شاء الله ان شاء الله دونك يا اخي واش نقول لك كيما نقول هذا الشيء هذا حبيت نزيرها شويه باش ماشي بو يا بنتي حتى الخير قولنا غير قولنا غير نشري قولنا غير نشري روحي شري بيضة قولنا غير نحن لا روحي شري بيدوكا تروحي نو شو عشت لي بيدوكا همنا كبير كاين رب كبير ارحموا البنات هي اللي رايحة تصبح أمهات والجنة تحت أقدام الأمهات وينهم اللي عشق بالله تراب مغطي حتى الحديد كثير من الآباء مازالهم متمسكين في هذه العادات القديمة الفاسدة اللي تقمع البنت وتحطم حياتها رغم أن الدين يأمرنا بالعكس ويحرم زواج البنت بدون رضاها
ربما البعض منكم ينفي هذا الأمر، لكن هي آفة كبيرة في مجتمعنا، والضحية تبقى البنت اللي غالبا ما تكون محقورة وما عندهاش كلمة في تقرير مشروع حياتها، ويتم الزواج المرغم ويصطدم بالواقع وهو الطلاق. ما تسلكنا غير عمل شغال دين الدمار.